الله الله يا مولانا لا بد من فناء ملك يبقى لله لا بد من فناء ملك يبقى لله الله 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 يا مولانا لا بد من فناء. بالنسبة للشيء الجديد الذي جاءت به الطريق الكركرية فهو تجديد العهد بالله سبحانه وتعالى على ما كان عليه العهد الأول الذي عاصره صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ نجد ذلك في كتب الحديث فيما رواه سيدنا أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ يقول: خرج رجلان عن عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أيديهما نور، فلما افترقا ومع كل واحدهما نور بين يديه. في رواية أخرى أنهما كان عباد بن بشر وأسيد بن حضير. راوي الحديث هذا يروي سيدنا البخاري في الأدب المفرد عنه عن سيدنا أنس بن مالك أنه كان يمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أنس ترى ما أرى؟ قال: ماذاك يا رسول الله؟ وكما قال قال: قوم رافعي أيديهم يدعون بين أيديهم نور. فقال: يا رسول الله أدعو الله أن يرينيه. فدعا له فرآه فأسرع. دعاء النبي صلى الله عليه وسلم للصحابي الجليل أنس بن مالك رضي الله عنه هو إذن له في أن يرى ذلك النور. فهو الذي روى ذلك الحديث أنها كانت كرامة له أنه يرى صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرجون من عنده بين أيديهم نور، هم يرون ذلك النور وهو يرى الذي حاز ذلك النور. كذلك الأمر في رواية حديث سيدنا طفيل بن عمرو الدوسي لما قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم لما أرسله إلى قبيلة دوس: يا رسول الله اجعل لي آية. فدعا له صلى الله عليه وسلم فجعل له نورا بين عينيه. فقال: يا رسول الله إذن يقول بي مثله. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فحولها فجعلها في عصا، في رأس عصا. وصح حديث سيدنا حارث بن النعمان رضي الله تعالى عنه صحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم لما التقى برسول الله فقال: كيف أصبحت يا حارث؟ قال: أصبحت مؤمنا بالله حقا. قال: انظر ما تقول، فإن لكل قول حقيقة. فما حقيقة ما تقول؟ قال: عزفت نفسي عن الدنيا. وهذا هو السلوك، عزفت نفسي عن الدنيا فأصهرت ليلي وأضمأت نهاري. فترتب عن ذلك السلوك ما يسمى بمقام المشاهدة. فلكأني بعرش ربي بارزا، ولكأني بأهل الجنة يتزاورون فيها، ولكأني بأهل النار يتعاونون فيها. قال صلى الله عليه وسلم: عبد نور الله قلبه بالإيمان، عرفت فالزم. فمحل الرؤية القلب، لأنه هو الذي يحوز ذلك النور. الله نور، والملائكة نور، وكتب الله نور، ورسل الله نور، واليوم الآخر والقدر خيره وشره، أحكام ربنا نور تتنزل على العباد. فلا يستطيع الإنسان أن يرى ذلك ببصره، لأن هذا بحكم المادة يراه، أما بحكم القلب فيراه بصفة النور التي حازها ذلك القلب. فالشيء الذي جاءت به الطريقة الكركرية هو تجديد ذلك الأمر الذي كان عليه أهل الله من قبل في التصوف. ولهذا جددت الطرق، تسمع بالطريقة الدرقاوية، وكان في زمنها طرق أخرى، لكن أهل الطريقة الدرقاوية في زمنهم هم الذين يتكلمون عن النور، وهكذا ذلك. فهذا هو الشيء. بالنسبة للسر في ذلك، فطبعا طبقة المثقفة هم يقرؤون، أول شيء طبقة المثقفة تقرأ، وهذه هي المشكلة التي نجدها في المنتقدين، لا يقرؤون. مادام رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن في أن يكتب الحديث عنه بعدما أن كان نهى صحابته رضي الله تعالى عنهم ألا يكتبوا مع القرآن غيره، لكن لما أذن صلى الله عليه وسلم بذلك في أول ما أذن له لسيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص، كان إذنه صلى الله عليه وسلم بأن يرجع الإنسان لحديثه صلى الله عليه وسلم كما يرجع لكتاب ربه. فهكذا يكون، إذا ما قال ربنا في القرآن في سورة الفرقان: وقال رسول يا رب إن قوم يتخذوا هذا القرآن مهجورا، فكذلك لا يجب على المرء أن يهجر السنة. ولا تعرف السنة إلا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم والسير والتراجم ومعرفة رجال. فالفئة المثقفة تقرأ، فعندما تقرأ قل ما تجد قارئا يقرأ إلا
توسعت له مدارك قبول الرأي الآخر. الإنسان إذا كان متحجرا لا يأبه بآراء الآخرين ولا يأبه بما يقولون ولا يعبأ بهم، فكيف يستطيع أن يتحصل ذلك الحوار الذي به يستخرج الإنسان الصحيح من الخطأ والغفلة من السمين؟ فأول شيء أن تلك الفئة المثقفة تقرأ. الشيء الثاني أنهم يبحثون عن شيء هو ليس عندهم، فكل يفتقر إلى ما هو موجود عنده، فهم مفتقرون إلى تلك الروحانيات، المسائل المادية يعيشون على أحسن وجه ولله الحمد واللهم زيدهم، لكن المسألة الروحانية لا يمكن للإنسان أن يعيش روحانيا إلا بعدما يعلم أنه ليس إنسانا بجسمه بمأكله ومشربه ونكاحه وهذه المسائل التي نشترك فيها مع الحيوانات، اللهم إلا أن يرتفع إلى عقله فيجد أن العقل لا يحوز إلا الفكر، وهو يبحث عن الذوق، والذوق محله القلب، فلابد له أن يسلك إلى شيخ مرب يقذف له في قلبه ذلك النور حتى يعني لا نقول يحس، لا، يصبح الإنسان يشهد بقلبه يقظة كما يشهد بقلبه مناما. بالنسبة للأوروبيين فحالهم حال المثقفين، حالهم كذلك. بالنسبة لسهولة الفتح، هذه يعني بعض المنكرين يقولون بأن الطريقة الكركية أبتدأ بهم حتى يفهم المستمع الخطاب، يقولون بأن هذه خاصية الطريقة الكركرية، والأمر ليس كذلك، لأنه إذا رجعنا إلى أهل الله ابتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم تبايعه ترى نور الله، عندما تجلس بين يديه فتقول أشهد أن لا إله إلا الله، فهذا مقام الشهود، والشهادة في الدين لا تكون إلا إذا ما عينت الأمر بعينيك، اللهم إلا في مواضع تحتاج لأربع شهود واثنين. فأول ما تشهد به تشهد بأن لا إله إلا الله، فتشهده بقلبك. وخير مثال على ذلك هو سيدنا بلال الحبشي. سيدنا بلال يعني عندما كان عبدا وانتقل إلى رحمة الله عبدا، لكنه كان عبدا لأمية بن خلف، فكان يعذبه فلا يحصل له مأكل ولا مشرب إلا بإذنه، ولا له حق في مال إلا أن يكون مال سيده، ولا يطعم ولا ينام إلا بإذن سيده، فذاق طعم العبودية التي فيها رائحة مشاركة الله سبحانه وتعالى في ربوبيته. فبعدما أن اختلجت قلبه نفحات الإيمان بعد أن صار له هذا الأمر، مهما عذبه سيده لم يرى إلا ربنا، فكان يقول أحد أحد، ولم يقل لفظا آخر، يعني لم يتلفظ بلفظ الشهادة نفي وإثبات، وإنما أثبت الوجود لله الواحد القهار، لأنه ذاق طعم العبودية أنه لم يكن يرى إلا سيده أمية بن خلف. فلما عرف الله سبحانه وتعالى عرفه بمعرفة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قذف له في قلبه ذلك الأمر، علم أن لا إله إلا هو، فكان يقول كان ينطق بالأحادية، أحد 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 أحد، فهكذا يكون الأمر. بداية باش نتحدث على الزاوية الكركرية وكيفاش تتعلقت بها وكيفاش دخلت للطريق ديال الله اللي هي طريقة كركرية، بحكم احنا من اهل ديال يعني اجداد ديالك من اهل ديال السنه وديال التصوف وديال الفقه، كان عندي واحد الشغف كبير انني كنبغي ندخل يعني نعرف الاجداد ونعرف بحكم الروحانيات وبحكم هذا الشيء كامل، تيكون واحد يعني بحث ميداني وبحث عبر مواقع التواصل وهذا. فإذا بك من بعد أن يعني تلاقيت مع الشيوخ ومع الناس اللي أهل التصوف وأهل هاد يعني الدين هذا، ما لقيتش واحد اللي ممكن ناخذ عبرة كأجداد أو لا كذاك الشيء حكم لكش اللي حس به من داخل، حيت عندي واحد الصراع، ماشي هو الصراع وإنما واحد القوة، شغف الحب لله عز وجل، يعني كلشي كيبان لي زوين وكلشي باغي كيبان لي يعني أني باغي ندخل لطريق الله، باغي نعرف الله ونشوف نحس بان شنو هو الله، نحس نقول الله ونحس بها كما كنحس بها من الداخل. الحمد لله كيكون واحد التزام بحال زعما التزام بالدين، باغي نتقرب لله بالذكر بالالتزامات بكل شيء. مي واحد النهار تلاقيت مع شيوخ
تبارك الله انت رجل، تبارك الله السمات ديالك عندك هذا، راه انت رجل صالح هذا. المهم تعرف الناس ديال، حيت كاين شي ناس تيتوجهوا الامور ديال الناس لكل الروحانيات، المهم ما كانش شي حاجه ليا اللي مقنعه في ذاتي. فاذا بي واحد النهار كنقلب في هذا في مواقع التواصل الاجتماعي، كنشوف لي فيديو ديال طريقه كرك. اول فيديو شفته ماشي كانني شفته بواحد المنطلق كيف ما تيشوفوا الناس دابا لانه راه الشيء شنو هو بدعه هذا، لا. اول ما شفت الشيخ، اول ما شفته كان شغف لاني نعرفه. وفيديو الاول الثاني الثالث قلت انا خصني نكون تما نشوف، يعني قلت تما في ذاك في القبه اللي فين ما كنشوف كان خصني تما نشوف هذا السيد هذا. الحمد لله جاوني واحد الرؤى اللي هو باستخاره، استخاره انني باغي نشوف ذاك السيد بشغف كيفاش نوصل ليه. كانوا عندي واحد يعني كانت سبعون العمل ديالي وبزاف د الحوايج، تلاقيت بالناس اللي وصلوني هذا السيد هذا، وكنجوج لهم الشكر والفضل ديالهم هما اللي ما كانوش هما كون ما كانش نتلاقى مع الشيخ، لانه السيد اللي قال لي الهضره هذه قال لي شوف ان شاء الله نلقاك بهذا السيد هذا، حيت كان الهضره بيناتنا على هذه الطريقه وما عارفينش بعضياتنا حتى سبحان الله ربي سخر فيه. وفعلا تلاقيت مع الشيخ اول ما شفته، كانت ذكرى ديال عيد مولد ديالو، وكان نهار الاول الثاني جمعه السبت الاحد كانت البيعه ديالي. وكان الحمد لله مين تلاقيت مع سي الشيخ، وكانت يعني اول ما شفت اول كان بكاء، وكان واحد الحسره واحد الشغف بحال شي واحد كيتلاقى مع الاب ديالو كان تالف عليه. دا غدا كانت مبايعه كانت تبارك الله اش نقول لك، يعني راه اللي يحس بها هو اللي عاشها. الحمد لله كان واحد النور اللي هو تجلي في واحد النقطه بيضاء تحولت هلالين، وسبحان الله بحال تيكون شي واحد مبنج تيخرج من البنج ديالو تيخرج واحد انسان اخر. مشيت الاهل ديالي كنهضر كعرف هضره ملي كتخرج، يعني كنوصل لهم فين كنت عايش وشنو شفت. وسبحان الله ما ذاك النهار اقسم بالله اي بشره كتكون يعني اي رؤيه كيكون فيها سيدي الشيخ وبمعنى وب يعني فيها خير وفيها استفسار لما هو عايشه في الدنيا ديالي. ونتمنى الله اننا نشوف طريق الله وفي طريق ديال الاحسان والله يسخر.